الأصوات. حاضر أستاذ إسماعيل اتفضل يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. ربنا يكرمك على هذا البرنامج العظيم. يا رب يسعدك ويكرمك يا رب. كل سنة وانتم طيبين. حضرتك طيب. السؤالين والله. السؤال الأول، هل ممكن الصيام من أول ذي الحجة إلى يوم التاسع، ولا هو بس مقتصر على الصيام بعرفة؟ ده السؤال الأولاني. حاضر حاضر. السؤال الثاني وهو رجاء في نفس الوقت، اعملي سيادتك برنامج مخصوص لقانون لرفع قانون لمجلس الشعب الإيجارات القديمة، وفي الوقت ضريبة العقارات. ضريبة العقارية. حاضر. أيوة الله يكرمك. حاضر. بيت 7 أدوار وبيجيب 200 جنيه في الشهر وبيطلبوا مننا ضريبة العقارية، فرجاء حر ان انت تبطي امورك في موضوع الإيجارات القديمة. حاضر يا أستاذ إسماعيل. حاضر. مع مين تاني يا شباب معانا؟ طيب هناخد الاتصالات تباعا، بس يعني تحب نكمل ولا نجيب على الاسئله؟ انا شوفي احنا مثلا ممكن نجاوب على هذا القدر. طيب. وبعدين ناخد نرد على الاسئله. طيب ممكن. طيب نبدا بالاستاذ طارق اسكندريه. انا مش عارفه الحقيقه السؤال ده يوجه لحضرتك ولا يوجه للكنيسه، فحضرتك تشوف. انا بس اول عاوز ارحب بيك، وانا سعيد جدا بان هو احنا بنتشارك في الفرحه. صحيح. وده شيء جميل جدا. في يعني الحلقه النهارده عيطت على اخواتنا المصريين المسيحيين عشان صيام العذراء بدا من 4 أيام ومولد السيده العذراء يوم 22 اغسطس. أيوه. فعيطت على فهو دلوقتي بيقول لي انا مسيحي وما كنتش اعرف ان صيام العذراء دلوقتي موجود. فهي دي الروح يعني. ده اكيد. وكل سنه وهم طيبين، وكل سنه والمصريين طيبين بمناسبه العيد ده، وبمناسبه العيد ده شيء يعني يسلق الصدر. هو ده هو ده هي دي الروح ودول المصريين. بالنسبه للسؤال الاولاني، عايز يطلع في جزء من امواله. احنا شركاء الوطن وبنرحب باي مشاركه، بس هو زي ما حضرتك قلت كده من الناحيه الدينيه هو له مرجعيه دينيه. صحيح. يستطيع ان هو يسال. تمام. النقاب صدرت فيه فتوى، فعلا فتاوى من دار الافتاء ومن الازهر. النقاب عاده، بمعنى ان شان هذا الشان احنا عندنا حدود بالنسبه للفتوى لزي المراه، في حدود لزي المراه ان تغطي جميع بدنها بعد وجهها وكفيها، وان الله يصف ولا يكشف ولا يشف. النقاب عاده، بمعنى انه لها حريه، مجال الحريه الشخصيه، ولكنه ليس فرض. لا ليس فرضا طبعا. ام هل من الاسلام بالاساس؟ يعني ايه من الاسلام؟ عايزين يعني ناخد خط تحت الكلمه يعني دي. يعني ايه من يعني الاسلام؟ يعني هو اصلا ايام يعني الرسول عليه الصلاه والسلام كان في نقاب؟ النقاب من العادات الموروثه حسب البيئه، يعني زيه زي بعض الـ 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 البيئات التي تتوارث زي معين. طيب ممكن سؤال يا مولانا؟ فكونه كان موجود في بعض العادات حتى ولو كان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يوجب انه واجب. طيب ممكن سؤالي يا مولانا، اذا هو ليس فرض وليس واجب ولا ليس فرض وليس واجب على المختار. طيب. عندما يتطور الزمن وتتطور اشكال الجريمه ويتغير الانسان ويصبح اليوم هناك رجلا يرتدي نقابا ليدخل يقتل ويسرق ويهدد ويرهب، هنا تاتي بقى قضيه اخرى. مش هو عاد هنا في ترتب عليه يعني، او الرؤيه انه ترتب عليه بعض الاضرار، فده بيترك للقرار القوانين وكذا، بتحدد هل مرتب عليه ضرر وكيف يعالج هذا الضرر، زي ما حصل قبل كده عندنا في مصر، او هو حصل في مصر ان علشان الطالبه تدخل الامتحان لابد ان هي تبقى وجهها باين، علشان منع عن الحج ولا مش ولا عشان نعرف هي مش هي. خلاص هنا بنقول له انت لازم. طيب. تفعل كده. فده اللي تترتب عليه الضرر، فللحاكم او في للقوانين ولا ان هي تحدد. طيب. طبعا النقطه الثالثه اللي اتكلم فيها اللي هي موضوع ان الفتاوى تقان، يعني يبقى في حد يعني في ناس معينه هي اللي مسموح ليها بالفتاوى دي، طبعا يعني بالفعل ده موجود في البرلمان خلاص وبقى موجود دلوقتي في البرلمان. استاذ سؤال هشام، الاعتداء على الاراضي الزراعيه بالاتفاق مع المحليات. الاعتداء اعتداء، والاعتداء حرام، وخصوصا لما يبقى اعتداء فيه ضرر. نوع من انواع السرقه. ده اعتداء يعني، ده السرقه اظن سرقه واكبر من السرقه، لان هذا فيه ضرر
لا ليس فقط يعني انا لما بسرق واحد او اخد من جيبه عزنا الله وعافانا الله جميعا فلوس، انا بضره هو ويمكن اسرته، لكن لما اعتدي على الارض الزراعيه واقلل رقعه الارض الزراعيه فالضرر عام، وده يبقى اعتداء، حتى اللي احنا بنقيه اسمه اعتداء، والاعتداء حرام قطعا. استاذ اسماعيل، الصيام هل ممكن يكون من اول ذي الحجه الى اليوم التاسع ولا صيام عرفه؟ هو اعتقد في حاجه متلخبطه شويه. لا هو الحقيقه هو استاذ اسماعيل يمكن سمع بعض غير المتخصصين في الفتاوى، ودي موجوده رصدناهم، بعض الناس يقولوا ان احنا عايزين نصوم يوم التاسع بس بأمارة ان مفيش، هو ده اليوم اللي ورد فيه الصيام بس، وده مش صحيح الكلام ده. ممكن تصوم الايام التسعه الاوائل من ذو الحجه جميعا. فضائلهم ايه يا فندم؟ لا عشان ده اللي دي نقطه احنا وقفنا عندها قبل ما فضائلهم داخله تحت قوله صلى الله عليه وسلم: ما العمل الصالح في ايام من ايام السنه افضل من هذه العشر. ما من عمل صالح، ما من عمل صالح في يوم في ايام السنه افضل من هذه العشر، او كما قال صلى الله عليه وسلم انه يعمل اي عمل صالح. الصيام في العشر ايام من الاوائل من ذي الحجه، في العشر ايام طبعا، لان اليوم العاشر من ذي الحجه هو يوم العيد وده حرام الصيام فيه، صحيح، فيبقى الصيام في التسعه. اللي هو الاعمال الصالحه هتمتد لل اللي هو يوم عرفه، اللي هو اليوم التسعه يوم عشره، انما يوم عشره ده العيد. أيوه. مش كده، ده حرام الصيام فيه. بعد كده التسعه اللي قبل كده الصيام فيها نافلة لغير الحجاج طبعا، الحاج ما بيصومش حتى يوم عرفة، إنما ده الصيام من النوافل الجميلة التي ينبغي الإنسان هل في الأيام دي هل في الأيام دي الحسنة مثلا بأضعافها أو حاجة؟ يعني هل في الأيام دي العمل الصالح، الصدقة، صلة الرحم، كل عمل صالح، كل عمل صالح فيه عبادة لله وتزكية للنفس، خلي بالك من التزكية، يعني الصدق وطهارة النفس، وعمارة للأرض، وأنا أكرر مرة تانية وعمارة للأرض. أي عمل صالح من دول بيتضاعف الثواب فيه بمحض قوله صلى الله عليه وسلم إن مفيش عمل ما العمل الصالح في يوم من أيام السنة كلها أفضل منه في هذه الأيام، فطبعا الثواب متضاعف جدا. دي حاجة كبيرة، يعني لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كده ما من عمل صالح في خلال ايام، ما معناه في ايام السنه زي العشر ايام الاوائل من ذي الحجه، ده شيء رساله عظيم. ما احنا بنستقبل نفحات الله سبحانه وتعالى، يلا جميعا نتهيأ لهذه النفحات. طيب استاذنك ناخد اتصال.